هذه المصب ليه عامين فيه قرار قضائي، ونهار يدسي نهار وجمعه يدسي جمعه وشهر يدسي شهر. يخرج الحكومه اليوم يعني بكل احترامي للمقامات وبكل احترامي للاداريين، يعني هذا موضوع اليوم عاشي ولا ساعه. اولا موضوع كارثي، ثانيا موضوع سياسي. لليوم نسمعوا في مديرين عامين راهو يتكلموا عن الموضوع هذا، يعني نحب نفهم وينها وزيره البيئه، وينها رئيس الحكومه، وينه رئيس الجمهوريه. يعني احنا رينا تصاور في المرسى كي صارت الحفره هذه اللي لقاوها، اللي اليوم مازلنا ما نعرفوش شنو هي بالضبط. يعني رينا دوله برموزها الكل مشات للمنطقه هذه ورات با ما عندناش الحقيقه النتائج نتاع اللي راهو، ولكن وزير داخليه ورئيس حكومه واطارات كبرى في 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 الداخليه ومعاهم السيد رئيس الجمهوريه وغيره. اليوم الحلول موجوده، والحلول حكينا عليهم ألف مره. الحلول اللي نعاود ونرجع سي محمد، اللي ما هو دور الدوله؟ الدوله يا سي محمد ولات عاجزه تماما في ميادين بالنسبه ليا ما يهموهاش. خاطر برشا ناس تقدموا لتثمين نفايات، لتثمين النفايات باش تعمل منهم طاقه، والطاقه هذيك نجم تاخذها ستيغ، وستيغ نجم تعمل كهرباء وتدخل كهرباء. نرجعوا اللي ديما نقولوا فيه في افاق تونس، اللي تونس ما زالت اليوم في 2021 دوله عثمانيه، في اخر الدوله، في اخر الامبراطوريه العثمانيه. يعني تدابير اداريه معقده، يعني هذا يقول لا تقف مشروع في عوض يتعمل في عام يتعمل في 10 سنين. يعني اليوم ترى الفوتوفولتايك ولا ترى تثمين نفايات في تونس شيء ما صار فيها.